بعظمة لسانه حديث المصارحة. أنا ليه بقول لكم ما تخافش على الأهلي في الحتة دي؟ الأهلي خسر الدوري أو أفقد الدوري، عشان نكون أدق لغويا، الأهلي أفقد الدوري. ولما أفقد الدوري كان في أسباب، التحكيم جزء من هذه الأسباب. اللي حصل مع النادي الأهلي باعتراف خبراء الحكام، خبراء التحكيم في قناة أون النقلة للبطولة، أجمعوا طوال الموسم إن في 15 نقطة مستحقة للأهلي ضاعت بسبب أخطاء تحكيمية. مش رأينا، أثبتناه وقع وقع. لكن بجانب الأخطاء التحكيمية كانت هناك أخطاء من جانب اللاعبين، قصور في بعض الأماكن، أخطاء تقديرية من جانب مستر بيتسوماني في إدارة بعض المباريات، وده طبيعي جدا، مفيش حدث له سبب واحد. وأخطاء مباشرة من اللعيبة مش متوقع إنها تغلط. وفي أخطاء من اللعيبة نفسها مفيش حدث، ده للأسف إحنا بنهمله دايما في حاجات كتيرة، بنعتقد إن كل حاجة بتحصل ليها سبب، لا، هي ليها عدة أسباب. وبنسبة التحكيم مسؤول بنسبة، المدرب مسؤول بنسبة، اللعيبة مسؤولة بنسبة، في بعض القصور في بعض المراكز اللي محتاجة تدعيم، وهنا كان دور لجنة التخطيط ودور الكابتن محمود الخطيب المشرف على الكرة من مجلس الإدارة. لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف، ولجنة التسويق بالكابتن أمير توفيق، اشتغلوا على تلبية احتياجات الفريق. شفنا 4 صفقات على التوالي لتلبية الاحتياجات الفنية بأعلى ترشيحات ممكنة، وشفنا الموزمبيقي لويس مكسيوني، وشفنا الجنوب أفريقي بيرسيتاو، وشفنا كريم فؤاد ظهير النجوم، ثم كان الإعلان عن صفقة حسام حسن مهاجم سموحة. والنادي الأهلي لما عمل ده، عمل ده وفقا للاحتياجات اللي المدير الفني عايزها، واللي لجنة التخطيط بترشحها وبتوافق عليها وبينجزها مدير التعاقدات. ده نظام العمل في النادي الأهلي. لكن حتى والأهلي بيعمل كده، خرج الكابتن خالد الغندور في قناة الزمالك نشوف رأيه في صفقة حسام حسن للأهلي كان إيه. حسام حسن كان من شهر وشوية أو شهرين خيار لنادي الزمالك من ضمن اختياراته، إن حسام حسن راس حربة كويس، لكن فوجئنا وكأنها مفاجأة المفاجآت، فجأة حسام راح النادي الأهلي. فهنا السؤال، هل النادي الأهلي في احتياج لحسام حسن، ولا هي صفقة استعراضية وكأنها يعني خدته من الزمالك؟ نسيت أقول لكم، هو منتخب مصر كابتن حسام البدري خد القائمة بتاعته النهاردة؟ فيها حسام حسن؟ لا، حسام حسن ما راحش المنتخب ليه؟ يمكن بعد كده ما يروح نادي كبير يروح المنتخب بقوة الدفع الإعلامية. والله أنا هبتدي من السؤال وبعدين حرك عليها. السؤال، هل كابتن حسام البدري خد الكابتن حسام حسن؟ في إشارة يعني إنه يعني ما مش ده اللعيب اللي يعني عملته ما جبتوش الدين من دوله يعني. طب ما هو كابتن حسام البدري ما خدش حسام حسن، بس انت قلت ده كان من اختيارات نادي الزمالك. كنت بتفكر في ايه ساعتها؟ عايز اقول لك على حاجه. في الحته دي كمعلومه، حسام حسن كان في قائمه المنتخب اللي فاتت وشارك في اخر مباراه المنتخب. هو المره دي عشان كان في ليبيا فتوقف. انا هجاوب على سؤاله. لما هو مش في قناعه الكابتن حسام البدري بما يعني، والاهلي خده كده بس عشان يكيد الزمالك. طب وكيد الزمالك ليه طالما ان انت مش مقتنع ان هو يعني؟ عايز تقول لنا ايه في الاخر يعني؟ دي حاجه. السؤال الثاني، هو النادي الاهلي محتاجه؟ هو انت من حقك تسال هذا السؤال للنادي الاهلي؟ هو حد في النادي الاهلي سالك انت جبت اللعيب الفلاني ده ليه؟ ده انت مغير راجل 10 اجيال في ال7-8 سنين اللي فاتوا. ملناش دعوه، مش دورنا ان احنا نقول لك انت خدت اللعيب ده ليه، حتى لو واخده ها وانا كنت عايزه. ما هو مش معنى ان انت عايز لعيب ان انا اقول لك خلاص بقى اتفضل سلام عليكم، انت عايزه وانا عايزه. هذه رؤيه فنيه.
السؤال ده يتسأل عنه الجهاز الفني من لجنة الكرة برئاسة الكابتن الخطيب أو لجنة التخطيط برئاسة الكابتن الخطيب، مسؤول النادي الأهلي، مش حضرتك ولا أي حد آخر، ولا حضرتي ولا حد، ولا حضرة الأستاذ إبراهيم، ولا حضرة أي حد تاني في أي مكان. اللي يعرف الأهلي محتاجه ولا لأ هو اللي جابه. فالسؤال غريب جدا. أما بقى جبته من الزمالك؟ لا والله، ولا محتاج لها، والله ما محتاج لها ولا في دماغنا، وعمرها ما حصلت إطلاقا. لأن إحنا مش هنغيظ نفسنا ونجيب لعيب مش محتاجينه عشان أعمل مش إحنا مش هعمل آه ولا محتاج لها. تعملها ليه؟ يعني محتاجها في إيه دي؟ فاطمن يا كابتن خالد، لا هي يعني مؤكد النادي الأهلي لما جابه متوسم إنه محتاجه. وده لما بقى يوصل منتخب ده شغله هو، اللاعب هو اللي يقدر يخش المنتخب من خلال النادي الاهلي طبعا، من خلال نادي الزمالك طبعا، ما هم الرافدين اللي بيقدموا اللعيبه للمنتخب بالترتيب كده، اهلي زمالك بيراميد مش عارف مين سموحه إمبي، يعني كل الانديه اتحاد سكندري، كل الانديه واسهاماتها في المنتخب. لان الاهلي والزمالك ثم بيراميد دلوقتي، وكان زمان امبي بيروح يجيبوا اللعيبه اللي هي هتعمل الفارق، فطبيعي ان بعد شيء من الصقل يروح المنتخب او الاسماعيلي طبعا. مش ممكن انسى لا الاسماعيلي، الانديه الشعبيه بشكل عام يا استاذ ابراهيم عندها دور، عندها دور، لان لعيبتها بتشتغل تحت ضغوط، فبتبقى في كواليتي لاعب ينفع يبقى لعيب دولي. طب انا ليه بقول لكم ده حديث المصارحه؟ لأنه بعد نهاية المباراة الأخيرة للأهلي تحدث مستر بيتشو موسيماني. بيتشو موسيماني اتكلم في المؤتمر الصحفي وما خصصش الكلام على المباراة الأخيرة في الدوري وظروف الأهلي والفوز بها والفوز المتأخر، لكن كلامه كان فيه قدر عالي من المكاشفة والمصارحة والاعتراف ورؤية اللي جاي. نسمعه. I think the message is I've paid my school fees. أنا اتعلمت، دفعت المصاريف الدراسية، بمعنى أنا اتعلمت، دفعت ثمن التعليم يعني. I came naive and not knowing what is happening. وصلت ساذج مصر وكنت مش عارف إيه اللي بيحصل. Not understanding the dowry. ما كنتش فاهم إيه الدوري، الدوري المصري. Not understanding the culture of my players. ما كنتش فاهم ثقافة اللاعبين بتوعي. Didn't even understand the religion. حتى الجزء الديني، الدين ما كنتش فاهم تعاليم الدين. I didn't understand many things. حاجات كتيرة ما كنتش فاهمها لما جيت. I just came and came for football. جيت بس لكرة القدم. But I realized that it's more than football. بس عرفت الموضوع، تأكدت الموضوع أكبر من كرة قدم. But yes, I've made a lot of mistakes. طبعا أنا ارتكبت أخطاء كتير. I look back and I said, oh, I made many mistakes, but I made mistakes because I was a little bit not aware. You know, like a small two-year-old, you can just cross the street. بقول انا عملت ارتكبت اخطاء، بس ارتكبت اخطاء عن جهاله، انا ما كنتش عارف، عن جهل يعني، ما كنتش عارف، زي الطفل الصغير لو عنده سنتين لما تبي يعدي الشارع وهو مش عارف، ما عندوش معرفه لسه. And then out of six, we got five. ومن ست مسابقات لعبنا عليهم كسبنا خمسه. Yes, we could have done better. كان ممكن نعمل أفضل طبعاً. But when you play 19 games in 53 days and every game every 3 days. لو كنت تلعب 19 ماتش 53 يوم، وكل ماتش كل 3 أيام تلعب مباراة. And we had our opposition resting for maybe for a month. والمنافسين بتوعك بيقعدوا كده قاعد منافس، قاعد المنافس ده قاعد مستريح حوالي شهر. We went to Kinshasa. طلعنا ورحنا كينشاسا. We went to Tunis. ولتونس. We went to Pretoria. ورحنا بريتوريا سيتي. We went to Qatar. ورحنا قطر. We went to Qatar. ورحنا قطر تاني. We spent 14 days in Qatar. قعدنا 14 يوم قضيناهم في قطر عشان نلعب. We spent 7 days in Qatar. وقعدنا 7 ايام بعد كده تاني عشان الكاس السوبر هناك. And we had 6 players in the Olympic Games. وعندنا 6 لاعبين بيلعبوا مع منتخب اولمبي في دورة الالعاب الاولمبية. And you get what you got. In the 11 months. ومع ذلك في خلال 11 شهر حققنا اللي احنا حققناه ده. If you're not happy, you are ungrateful to God, to what God gave you.
لو انت بتبقى سعيد يبقى انت جاحد على اللي ربنا اداهولك، يبقى انت مش شاكر ربنا على النعمه اللي اداها لك. But we're not complaining. لكن احنا طبعا مش بنشتكي، مشتكي من حاجه. The Ali supporters have given us the power. جماهير النادي الاهلي بتدينا الطاقه والقوه. Yes, they are a little bit hurt like we are all hurt. طبعا سمعت ان هم طبعا اكيد متالمين ومتضايقين طبعا، وانهم احنا خسرنا الدوري زي ما احنا برضو متضايقين احنا خسرنا الدوري. But sometimes in life God says you need to come back and fight for something. احيانا ربنا بيدينا كده دروس الحياه ان انت لازم ترجع تاني وتقاتل من اجل حاجه. Because maybe if you got everything يمكن لو كنا حققنا كل حاجه then you would have nothing to fight for. ما كانش عندنا حاجه نقاتل من اجلها تاني. Next year السنة الجاية إن شاء الله والله we'll be much better team. إن شاء الله بيقسم بيقول والله هكون أفضل. شوف أنا وجهة نظري من أحسن مرات اللي اتكلم فيها بيتسو، لأنه اتكلم في كل حاجة أنت عايز تسمعها بصراحة. يعني فترات طويلة كنا شايفين إن في عدم توفيق وده موجود، لكن أيضا كان بعض التصرفات بتساعد على عدم التوفيق، واخد بالك؟ يعني مش بالضروره ان انت كل ما تعمل قرار مش هو الامثل لازم تنجح. تدفع ثمنه، لا تدفع ثمنه، لكن احيانا بتعمل القرار اللي انت متوسم انه يؤدي الى نتيجه، بس في نسبه مخاطره. فكثير من القرارات دي نسبه المخاطره هي اللي تحققت، ودي حاجه مش طبيعيه، يعني مش دي طبيعه الامور. لكن بص بقى، مصارعه النفس، انت قلت مصارعه النفس، وصف نفسه بانه نييف. نييف يعني ايه؟ ساذج، بس مش السذاجه انه يعني، لا سذاجه يعني ليس على درايه بالظروف المحيطه بكره القدم في مصر. قال لك زي طفل عنده سنتين وبيغلط بيتعلم. فقال انا جيت كره قدم، فجاء يفكر في كرة القدم، لا ان امور كتير جدا لازم يستوعبها، منها ادارة الفريق خارج الملعب، التعامل مع المشاكل خارج الملعب، التعامل مع الازمات والمشاكل مش تملي بتبقى انت سببها، او 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 معنى كده فرقتك عندها مشاكل، المشاكل المحيطة بيك، انك تواجه المشاكل اللي انت مش متسبب فيها لا انت ولا لعيبتك ازاي؟ فخد خبرات. فينتهي الامر يقول لك المفروض انك تسعد وانت حققت كل النجاحات دي واخفقت في هدف وحيد، لكنك زعلان وانا معاك لان كان من الممكن ان نحققه ايضا، ولكنه انهى بقسم ان القادم افضل. اذا هذا القسم معناه ايه؟ ما كان ممكن يقول لك والجاي احسن، لكن عندما يقسم اذا عنده حط ايده على المشاكل وعنده العلاج وعنده الخطة المستقبلية وشايف انه ماشي فيها. هذا رسالة طمأنينة، ولكنه ايضا عهد ستحاسب عليه يا بيتسو.